الصراحه بالنسبه لي انا التعليم عن بعد صعيب بزاف. علاش صعيب؟ لان حتى الدراري مازال ما استوعبوش كثره الميساجات في الواتساب، وهادي كيبغي يجاوب على سؤال كيجي سؤال اخر سؤال اخر. وبالنسبه للامهات ما حين تتقابل الدار ما حين يعني الصراحه التعليم عن بعد انا ما متفقش معاه 100%. بالنسبه انا شخصيا عندي جوج بنيتات كيقراو في عند الدوله، وسينيت باش يقراو حضوريا، لان ما يمكنش، لان الدري اصلا في الدار ما كيبغيش يقرا، خاصك الدار انت وياه تبقى تغوج عليه وتبقى هذه والصداع والروينه باش الدري يراجع الدروس ديالو. بالنسبه لي انا خاص ضروري التعليم يكون حضوريا، وتاجل المدرسه من بعد يلقاو الحل وان شاء الله نديروا المسائل ديالهم التعقيم وهذه ويقراو في المدرسه ديالهم. هذا هو الحل اللي كيبان لي انا. صراحه الموقف ديالي انا ما كنعيش هذا الراي هذا، حيت صراحه كتبقى بزاف المشاكل. بالنسبه للامهات ما كيقدوش انهم يتادابطوا في الوقت، واش المراه انها تقوم بالمنازل ديالها ديال الشغل طيب وشقا وداكشي، وانا في اميم طو تقري ولدها راه شويه صعيبه، وانا كطالبه في اميم طو راه صعيبه ليا ا ديسطونس. كاين مشكل ديال الكونيكسيون، كاين مشكل ديال ان عشان لو طون انك كيفاش ادابطي مع لو طون انك تقراي في الكوغ ديالك، والكونيكسيون هذا اكبر مشكل عندنا هو الكونيكسيون حنا كطالبه. دونك انا ما كنأيدش انايا القرايه ا ديسطونس، انا مع ان الطالب يقرا في لافاك واللي يقرا في ليكول ا ديسطونس لا ما مأيدهاش. لا ما كيبغوش الدراري كيبغوش يقراو في الدار قليل اللي تي ما تي بحال دابا كيبقى يصيفطوا لهم اوديو تابع اوديو اوديو تابع اوديو. انا بنتي كدير كتبلوكا كتوقف ما كتقدرش، والله العظيم الا دابا خلينا وقفنا كملنا الحصه ديال الفرنسي وباقا ديال العربيه، لدرجه اللي تبلوكيت وانا نخرجهم خرجت باش شويه يديروا شويه. حنا بغينا يرجعوا يقراو، يرجعوا يقراو يديروا هذوك يديروا التعقيم ديالهم يديروا سميتو رجعوا يقراو. راه حتى دابا الوليدات اللي كيكونوا يلاه بادين، انا بنتي دابا يلاه في الثاني راه خاويه، راه ما عطات باقا ما عندها والو، عندها 7 سنين باقا ما كاين والو. ما نكذبش عليك، بعدا شويه وصافي ماشي شي حاجه ماشي شي قرايه. ما نكذبش عليك، حيت كاينين الناس اللي الله يكون في العوان، المراه خدامه الراجل خدام، ما يقدروش يحضوا الدراري ولادهم، وكاين بزاف ديال العوائق وكاين بزاف ديال الامور. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يدير التاوي. اخويا انا صراحه التعليم عن بعد ماشي هو هذاك، ما مسلكش، حيت كاين اللي خدام كاين اللي المراه خدامه، واش غتقابل الدراري في الدار تقريهم ولا شنو غادي دير؟ غتقابل الشقه ديال الدار ولا اللي عندها جوج وليدات واش؟ وكاين اللي ما عندوش كونيكسيون في الدار، ماشي كلشي متوفر عنده الكونيكسيون في الدار والبورطابلات في الدار كاملين. الدراري اللي عنده كاين اللي عنده 4 دراري كاين اللي عنده 5، كي غيديروا هاد القريه عن بعد؟ ماشي حل دابا القريه عن بعد، ماشي حل وحضوري في نفس الوقت في هاد المرض هذا ماشي حل. يعني كنفضل يكونوا داروا سنه بيضاء الدراري كاملين، باش يكونوا الدراري كاملين حتى واحد ما، حيت كاين دابا شي كيقرا وشي ما كيقراش، يعني ماشي كلشي كيقرا.